الجمعة 3 جانفي 2014. اليوم في 9 متاع الصباح باش ينطلق نواب التأسيسي في المناقشة والمصادقة على دستور تونس فصلا انطلاقا من الفصل الأول المنقول عن دستور 59. تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها. ثاني دستور للجمهورية التونسية باش يكون محور حديثنا اليوم مع سي المازري الحديد، سفير سابق كاتب وصحفي. صباح الخير سي المازري، مرحبا بك. صباح الخير وعيدكم وعامكم مبروك الكل. يعيشك يا سيدي وانت بالامثل، ان شاء الله 2014 يكون مبروك سعيد عليك وعلى تونس كامله سيدي. ان شاء الله على تونس ان شاء الله. سي المازري، من المنتظر انه الدستور الجديد يكون مصادق عليه قبل 14 جانفي 2014، الذكرى الثالثه لسقوط الدكتاتور. البارح سي المازري الشيخ راشد الغنوشي كرئيس حزب صاحب الاغلبيه في المجلس التاسيسي اجتمع بالنواب نتاعهم وعطاهم التوصيات نتاع الدقيقه 90 اللي كانت اخدموا 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 واعطيوا الماكسيموم من مجهودكم باش تعطيوا للتوانسه الدستور هذايا اللي باش يكون احسن هديه في الذكرى الثالثة للثورة التونسية اللي باش يدخلنا للمرحلة الانتقالية الثالثة في الديمقراطية. شنو تعليقك، وإلا خليني نقول أنت شنو تنجم تقول كمستقل لكل الأطياف السياسية والحزبية في التأسيسي اللي باش توصل تونس لبر الأمان من خلال دستور يمثل التوانسة الكل، يكون خالي من الألغام، وزاد أجواء المصادقة تكون خالية من المفاجآت والأزمات. شنو تنجم تقول للنواب التأسيسي اليوم؟ نعم ربي، قبل كل شيء ذكرى ثالثة لسقوط الدكتاتور. كنت أسمح معناها بكل أخوة، يعني نقولوا سقوط الرئيس السابق ولا الرئيس المخلوع كما سمته الجزيرة ولا الرئيس كذا، أنا هي بعد 3 سنين. بعد 3 سنين كنت أسمح، وهذه والله هي رسالة وصية لكل الصحفيين، فهمتني، لكل الصحفيين، يعني الكلمة والكلام عنده قيمة، راهو وعنده قيمة، وخطر يعني الرأي العام استوعب هالمسألة هذية اللي وقعت في تونس، أي الانقلاب نتاع 14 جانفي طوى 3 سنين. معناه أنت تخير أنه نستعملوا سقوط المخلوع وإلا النظام السابق خير من ما نحبش الصحفيين يكونوا معناتها ديفازي، يعني بالنسبة للذكاء وفطنت يعني الرأي العام التونسي، فهمتني، الرئيس السابق ولا ما نقولوش يعني النظام الدكتاتوري، معناه لا سقوط الدكتاتور، يعني ما كانش هتلر ولا ستالين كما قلتوهن ولا الخميني، فهمت، يعني كان دكتاتور، ما تسقطش تونس كما كي ورقة ورقة الخريف. لا تونس تبقى إلى الأبد إن شاء الله، تونس تبقى ديما قائمة. سقطت تونس وقلت حرة ومستقلة في الدستور نتاعهم، لا هي حرة ولا هي مستقلة. طيب نجيو لسؤالك أختي العزيزة. ما عندي ما نقول لأعضاء مجلس باش يخليهم زعما هذايا، وفما عضو منهم ما نحبش نسميه اللي كان يسوق عنده لواج ولا ما نعرفش شنو، ابراهيم القصاص ميسي في الخضره فيها ولا ما نعرفش، ولا معناتها نايب على الشعب التونسي، زعما يخليهم يناقشوا ويعتمدوا للدستور الجديد، زعما باش ياثر فيهم تقول انت، خاطر هو صحيح هي كانت سابقه يعني الموقف هاي نتفرج فيه البارح، فهمتني، هدد بالبنيه، فهمتني، ونعمل وندير وكذا، كيف رايح عايش اختي، معناتها راهو شوف اللي صاير في البلاد على كل المستويات راهو فضايح، والله العظيم لو كان واحد يشعر بروحه عنده ذره من الوطنيه ومن التونسيه يبكي على بلاده، ما يلزمش نغلطوا الناس اكثر من هذا. شنو الدستور يا اخي، الدستور هذا يا سمعت الرئيس، ما نحبش نسمي حتى واحد منهم على خاطرهم ما يستاهلوش باش الواحد يسميهم، فهمتني، واسمائهم كلهم من الاول للاخراني باش يكون بصمه عار في تاريخ تونس قدام عظماء تونس ورجال تونس اللي عملوا الدستور بعد الثوره الصح الحقيقيه الوطنيه التحريريه الوحيده اللي عرفتها تونس، ما تعرفش ثورة أخرى تونس بعد ثورة طرد الاستعمار. كمام يا سي المازري، اللي يسمع كلامك توا، سي المازري سامحني، اللي يسمع كلامك، لحظة بركة، عندما وضعوا دستور تونس لحبيب بورقيبة العظيم والهادي نويرة وجلولي فارس والطيب المهيري وعبد الله فرحات والمنجي سليم وعزوز الرباعي، وقت وضعوا هكا الدستور العظيم بتاع تونس
تخموا على الأجيال القادمة. كان فيه يعني أرتيكل ولا اثنين ما أكثرش يتبدلوا، لكن الدستور هذا اللي عملوه هذوما جدد، فهمتني، اللي عملوه جدد هذوما اللي نصبوا رواحهم معناتها أمناء ونصبوا رواحهم يعني يمثلوا الشعب التونسي، هذا دستورهم يعني. خلني حتى نشوفوه ساعة ونقارنوه بدستور مصر. باهي سي المزري، اذا انت باش تحكي على لي بروسيدور الهيستوريك اللي صارت في تونس كامله من تاسيسي حتى لليوم، احنا ما نجمو نقولوا كان لو مالي في. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لو مالي في كيفاش تحب انت الشعب التونسي اليوم يسمعك تحكي هكا ويقول لو مالي في وصبرنا احنا ديجا البرشه باش ما نصبروش شويه، خي تحبنا نوصلوا للعين وما نشربوش اليوم. التونسي عمره ما كان شوف اليوم باش تبدا المصادقه على الدستور ومناقشه الدستور فصلا فصلا. مهما كان الدستور هذايا وشنو اللي فيه، فما خبراء اجتمعوا عليه وعملوا له التنقيحات اللازمه وشافوا الاخطاء اللغويه والاخطاء القانونيه والقراءات الاولى والثانيه والثالثه للدستور. احنا اليوم بالنسبه لنا كشعب، انا راهو نحكي توا كشخص كمواطنه تونسيه من الاخر، يعني كمواطنه تونسيه نشوف نواب التاسيسي 217 نائب ولا ناقصين شويه ولا اللي هو باش يجتمعوا باش يناقشوا الدستور، نفرح ولا ما نفرحش؟ لا تنجم تفرح، لكن الشعب التونسي يفرح اكثر عندما يطمئن في داره وفي شغله. يا خويا ها باش نطمئن انا، ها بيانتو باش يجيني النص القانوني باش يحميني. لا 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 مش الدستور باش لا 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 عايشك، ما نخلطوش هذا بهذا. الدستور هو خطوه اولى الى حاجات اخرى باش اكيد باش تطمن التونسي. لا 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 ابدا. لا كيفاش؟ هذا انت قلت لي، انت كلامك صحيح راهو كيف تقول لي يعني هذا الواقع تو اللي وقع داك وهذا الواقع، هذيك تولي ديمارش. كان جيت تسال انت في رجل سياسه. اي. ولا في رئيس حزب. الله يبارك نازل حداد وقتها يقول لك نعم والله ان شاء الله وكذا، ومعناها تبتينا شويه لما حل، فهمتني، لكن هاو الحمد لله توارث يعمل 66 كيف الاخر. يعني شنو هذا؟ مش مقاير راهو، هذاك رجل السياسه وخطاب رجل السياسه. رجل السياسه يتفاعل ويتعامل وخليني نقولها بالدرجه يتكربس مع الواقع. انا اختي العزيزه مفكر وفيلسوف، روحوا تونس وضربوه تونس الخالدة. إذا كلامي ما نجمش يكون كلام رجل سياسة، كلامي فهمتني بالبرهان القاطع والدليل الساطع يلزم يكون موجه للتوانسة بهالخطاب هذايا بالصراحة هذية. أنا ما عنديش باش نكذب عليهم. شنو يا أخي الدستور هذايا كن سيكون زعما الدستور هذايا باش يحول تونس معناها من كارثة اقتصادية وإفلاس اقتصادي ذريع من الإرهاب، من معناها انعدام الاستقرار، من يعني طمس طمس. لهنا شاطرك في الرأي، لهنا مش باش يحاول صحيح. هذا يا أخي شنو يا أخي عصا سحرية، هي ماشي عصا سحرية. الوضع خطير جدا، الوضع خطير جدا، ومش دستور باش يعملوا عليه توا ليه في سافيسة، حتى توا قبل كانوا شارلة ومازال ويناقشوا فيه، فهمتني، الفلاسفة هذوما والمفكرين اللي نصبوا رواحهم معناتها النواب على الشعب التونسي يناقشوا كلهم. الكل راهو مش النهضة برك، الكل بطبيعة كل الكتل النيابية اللي موجودة في التأسيس. كيما نقول ديما فما تسعة، كنت نقول عشرة، اليوم نقول فما تسعة نواب، تسعة نواب فقط يشرفوا تونس. باهي، معناها انت توا مع الموقف هذايا ومع اللي شفته في تيلي من ابراهيم القصاص كنائب في التاسيسي، تتصور انه اجواء المصادقه والمناقشه نتاع الدستور باش تكون زاده متازمه وباش تكون فيها برشا تعطيلات وبرشا مفاجات، تتصور هذا؟ نتصور هذايا، والسيد هذايا اللي سميته فهمتني واحد يجي يلوم يعذر، فهمتني، ما هو يطالب في حقه، هو قال حقي انا، حقي طالب حقي انا، اعطوني حقي. باهي سي المزري انت تحكي بخطاب الصراحه بربي، باش يعطيو حق بنتي، باش يعطيو حق المجرمين اللي ضربوا بالمفرق واللي تامروا على امن تونس واستقرار تونس، باش يعطيوهم حقهم، فهمتني. سيد هذا يحب ياخو حقه زاده من الكعكه كان بقى فيها شيء، يحب ياخو حقه كذلك. من 217 نائب انت قلت كانوا 10 بالنسبه لي كنت اللي هما نواب ينجموا يمثلوا تونس ولا ينجموا يمثلوا الشعب التونسي، تولوا 9، وانت تحكي في حوار الصراحه نجموش نعرفوهم التسعه نواب هذوما؟ لا ما نجمش بنتي نقول عليه سي المزري. صحيح والله كانوا 10 اليوم صاروا 9، دونك فما واحد طاح. شوف يمثلوا تونس في عظمة تونس وفي خفة تونس وفي ضحكة تونس
وفي شبه التونس يشبهوا للتوانسه حتى في زيك. ان شاء الله الصوره هذه يا سي المازري، ان شاء الله الصوره هذه ما تضيعش، احنا سامحني باش نقول لك ماش عنا برشا وقت. الصوره هذه ما تضيعش مع انطلاق جلسات التاسيس اليوم لمناقشه الدستور، دستور الجمهوريه التونسيه اللي ان شاء الله يبقى دستور لتونس دوله حره مستقله ذات سياده الاسلام دينها والعربيه لغتها. شكرا لك. وانا نقول بعد ما نجدد، كان تسمح بعد ما نجدد معناتها ليفون تاعي للشعب التونسي بمناسبة 2014، نقول اللي معناها ما فما حد شيء معناتها يقعد معناها في التاريخ إلا الصحيح. ربي يقول في القرآن فهمتني كيفاش، وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيبقى ينكث في الأرض فهمتني، هكا يقول ربي. واضح معناتها الدستور هذا يعملوه ولا ما يعملوش. إن شاء الله تونس تنهض من نهضتها وتسترجع سيادتها فهمتني، وترجع للثوابت والصحيح، والدستور هذا معناتها يتعمل دستور آخر كما عملوا الإخوة فهمتني في مصر. إن شاء الله سي المازري، شكرا لك على المداخلة معنا في كرن.